قضية المخطوفين بين آل جعفر وعرسال تتجه إلى الحلحلة مع اتضاح مطالب الخاطفين المالية وأماكن وجود المخطوفين. تقرير هيثم خوند. ليس من الصعب أن يدرك الداخل إلى بلدة القصر الحدودية في الهرمل حجم التوتر والقلق اللذين يسودان الأهالي خوفا على مصير ابنهم المخطوف حسين كامل جعفر. والتطور الأبرز في هذه القضية حصل صباحا بعد اتصال من جعفر بذويه أبلغهم خلاله أنه في منطقة يبرود سوريا ومطالبا إياهم بدفع مليون دولار فدية لإطلاق سراحه. ابننا انخطف بعرسال. أهل عرسال هن مسؤولين عن كشف مصير حسين جعفر لعدة أسباب. السبب الأول أنه انخطف بمنطقتهم. السبب الثاني نحن إذا انخطف واحد وصارت تجربة من كم يوم من بارحة أو المبارحة انخطف واحد من عرسال بمنطقة بيت جعفر تداعوا بيت جعفر لاجتماع وطلقوا وتركوا ابن عرسال لأنه نحن عاداتنا لا بتسمح لأي كان ابن عرسال أو ابن غير عرسال بمنطقة بيت جعفر ينحجز أو ينخطف. الاتصال الهاتفي حرك المياه الراكدة، فعشيرة آل جعفر عمدت إلى إطلاق سراح أربعة من المخطوفين العرساليين عندها وسلمتهم إلى مفتي بعلبك الشيخ بكر الرفاعي كبادرة حسنينية. هناك طلب من أهلنا آل جعفر بمعرفة مكان المخطوف وهوية الخاطفين. الجهود لا تزال مستمرة والحمد لله الانفراج بدأ ليلة أمس عندما اتصل الشاب المخطوف وتم الحديث عن موضوع فدية، وهذه بداية انفراجات وبداية حل. الذي أريد التأكيد عليه، نحن في هذه المنطقة نختلف عن كل لبنان، نحن عائلة واحدة ونحن دائما نقابل الخطأ بالصح، ونحن لا نعتبر أن المسألة بين جهتين أو بين عائلتين أو بين لونين، المسألة بين العائلة الواحدة. هذه الأحداث المتسارعة كانت استهلت صباحا بلقاء مطول جمع وفدا من عشيرة آل جعفر بالأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري والنائب خالد زهرمان، وكان تأكيد على رفض منطق الخطف والسعي لإطلاق المخطوفين. أهم شيء أي مشكل أو أي شغلة فردية تصير ما تتعمم، يعني اليوم الإعلام بظاهر لك هي ما بين عرسال وما بين بعلبك أو ما بين هالعائلة وما بين هالعائلة، غلط هذا الشيء، خلينا نحصرها بالمكان اللي هي فيه. إيجابيات كثيرة حملتها الساعات الأخيرة في قضية المخطوفين التي طالت أكثر مما يجب، فهل تشهد الساعات القليلة المقبلة النهاية السعيدة المرجوة بعودة جعفر من سوريا وإطلاق الشباب السبعة العرساليين الذين ما زالوا مخطوفين؟